أنا لم أفشل، ولكن اكتشفت 10,000 طريقة لا تؤدي إلى الهدف المطلوب. هذا ما قاله أشهر مخترع التاريخ، المخترع الأمريكي الشهير توماس أديسون، وذلك عندما واساه أحد أصدقائه لفشله في محاولاته. فكل هذه التجارب الفاشلة لم تكن لتوهن عزائم أديسون، فلقد أكمل محاولاته حتى توصل لاختراع المصباح الكهربائي العظيم الذي له أثر كبير على تاريخ البشرية، بالإضافة لاختراعه جهاز الفونوغراف واختراعه آلة التصوير السينمائي.